من فضلك اضغط لايك واشترك في القناة. رسالة إلى شاب باحث عن وظيفة. عزيزي الشاب، رغد العيش اللي أنت الآن تعيشه، واللبس الجميل اللي قاعد تلبسه، والأكل اللي قاعد تأكل الجميل، والبيت والسكن والأمان وكل شيء اللي الآن قاعد تعيشه، ترى ذه جاء من أبوك بالكد والتعب والكدح والإرهاق ويمكن الإذلال، يمكن الشقاء، ما يخطر على بالك. من منطلق الكلام أنا قاعد أقول إن أنت لما درست وابتعثت وجيت تدور على وظيفة ولا حصلت اللي تبيه، أنا معاك ومقدر بأن ذا شيء جدا مؤلم، بل يمكن يهبط من معنوياتك، يمكن ما أدري إيش أقول بالضبط، لكن ترى أبي أقول لك بأن الرزق والهدف في الحياة ما يجي بهالسهولة يا ولدي. حلو يا ولدي، ها كبير. طبيعي وقانون الطبيعة أن الوصول إلى الهدف يكلف جهد وتعب ووقت. على سبيل المثال، لا الحصر، المعارض والفعاليات اللي للوظائف، أنا أدري كثير من الشباب يقول لك ذلي نصابين، ذلي كذابين، ذلي يذبون السيفيات. أنا معاك بأن الحصول على الوظيفة صعب صعب صعب، مو بالسهولة اللي أنا أتصورها، جدا صعب صحيح، لكن أنا أقدر أخمن أقول ممكن أن المعارض وهالفعاليات ذي مو بفرصة لك أنت يا الشاب، ذي فرصة حق الشركات أن هي تقتنص وتحصل وتاخذ على مزايا معينة في بعض الشباب. لذلك حري بالشباب الآن اللي قاعد يدرس أنه ينتبه ويحصل اللي يحصل. بل الأهم الأهم الأهم، اعلم عزيزي الشاب بأن لابد من تكرار المحاولات، لابد من تكرار المحاولات، لابد أنك تشقى وتتعب. لا تظن يا ولدي، لا تظن يا أخوي، لا تظن يا عزيزي بأن الرزق يجي بالسهولة، والله العظيم لازم بالكدح.